السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم دعاء من قناة أسهل وأسرع الوصفات النهاردة معانا وصفة جميلة جدا وغير مكلفة معانا معجون الفلفل الأحمر الحار نستخدمه في جميع الطبخات بتاعتنا وطبعا وصفة غير مكلفة خالص وبتتعمل بكل سهولة في البيت لان الفلفل غالي جدا معجون الفلفل الاحمر غالي جدا في السوبر ماركت ولما بنيجي نشتريه الوصفه دي مش هتكلفك اي شيء خالص حاجه بسيطه جدا وسهله في البيت وبدون مواد حافظه وبدون اي اضرار سهله جدا وسريعه وما بتاخدش اي وقت ولا تكلفه معانا هنا كيلو الا ربع من الفلفل الاحمر الحار زي ما انتم شايفين كده هشطفه شطفه كده تحت الحنفيه وهحطه في المصفى بعد كده هبتدي اقطعه طبعا نحاذر ان ايدينا ما تلمسوش خالص هنحاول نقطعه قطع كده صغيره ونشيل الجزء الاخضر منه وبعد كده هنحطه في بولة كبيرة وهضيف ليه معلقة كبيرة من الملح ومعلقة كبيرة من السكر وهنسيبه ست ساعات هنسيبه مدة تقريبا ثلاث ساعات او ست ساعات يعني حاجة زي كده على ما يصفي المية بتاعته لان احنا هنسويه في المية بتاعته دي ههدي عليه النار خالص وهضيف له كوبايه من الخل تلات أرباع كوبايه من الخل وهغطي عليه ومهديه النار عليه خالص وهسيبه لحد ما يستوي كده خلاص استوى معانا اهو زي ما انتو شايفينه وبدون اي اضافات وبدون اي حاجه ميه يعني او اي حاجه هنحطه بقى في الخلاط بتاعنا ونبتدي نضربه واحده واحده كده ضرب متقطع زي ما انتوا شايفين كده واحده واحده في الخلاط علشان يضرب كويس زي ما انتوا شايفين كده بعد كده بقى هبتدي اصفيه بمصفة ضيقه جدا ونحذر ان ايدينا ما تلمسوش باي طريقه وهنصفيه خلاص كده صفيناه وبقى جميل ازاي معجون الفلفل الاحمر الحار هيبقى موجود عندنا في البيت بدون ما نشتريه من بره ويكون فيه مواد حافظه وبدون تكلفه سهل جدا وسريع في البيت عندنا برطمان بقى نضيف كده ومعقم هبتدي بقى اعبيه فيه واحط على الوش شوية زيت كده واحطه في التلاجة لوقت الاستخدام بتاعنا اي طبخة بضيف ليها من الفلفل معلقة ان شاء الله الوصفة تعجبكم لو اول مرة تشوفي القناة اشتركي معنا وفعلي الجرس كل يوم معانا وصفات سهلة وسريعة